أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين. من المواقع المحلية تحقيق صحفي يكشف علاقة شبكة الاتصالات بسقوط حزم الجوف. ومن الصحافة الدولية حاصلات على جائزة نوبل للسلام يوجهن رسالة إلى الحكومة الكندية بشأن بيع الأسلحة. وصحيفة عربية ميليشيا الحوثي ترفض الحديث عن صرف رواتب الموظفين في الحوارات المتوقعة. أهلا بكم. عن كيفية استخدام الحوثيين لسلاح الاتصالات في المعارك التي يخوضونها ضد القوات الحكومية في أكثر من محافظة يمنية، نشر الموقع أو المصدر أونلاين تحقيقا بعنوان هكذا يستخدم الحوثيون الاتصالات كسلاح في معاركهم مع القوات الحكومية. يقول الموقع لأن القوات الحكومية والقبلية التي تقاتل الحوثيين تعتمد بشكل كبير على خدمات شركات الاتصالات المركزية التي تتخذ من صنعاء مقرا لها للتواصل، فقد تمكن الحوثيون من حجب شبكات الانترنت والموبايل لتحقيق ميزة عسكرية، كما أن انقطاع الاتصالات يحد من تدفق المعلومات مما يسمح للحوثيين ببث شائعات مضللة عن مسار الحرب. ووفقا للموقع يساعد انقطاع الاتصالات في تفسير سبب سقوط المدن الاستراتيجية والمواقع العسكرية التي كانت الحكومة تسيطر عليها منذ عام 2016 بهذه السرعة. ولتأكيد هذا أورد الموقع ما قاله مدير مكتب الإعلام في المحافظة يحيى قمع بخصوص معركة الجوف وكيف تم السيطرة على مركز المحافظة، مؤكدا أن الحوثيين كانوا ينشرون شائعات عن سقوط مواقع رئيسية واستهداف قيادات حكومية ما ساهم في الشعور العام بالذعر ونزوح 10,000 من أبناء المحافظة. أفاد آخرون أن المتمردين يستخدمون تكنولوجيا تحديد المواقع الخاصة بالهواتف الخليوية لتوجيه الصواريخ. استخدام الحوثيين للاتصالات السلكية واللاسلكية كسلاح ليس جديد من نوعه في تاريخ اليمن، بل هو تكتيك خبره الحوثيون من قبل حين استخدمه ضدهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي حكم البلاد لأكثر من 3 عقود. توصل التحقيق إلى أنه عندما تستعد قوات الحوثيين لشن هجوم عسكري جديد، يتصل مسؤولو الاستخبارات لإعطاء المواقع المراد حجب الاتصالات عنها إلى الموالين لها في شركات الاتصالات. قال إن موظفي الراديو والبث يحددون هذه المواقع ثم يرسلون طلبا إلى مشغلي الشبكة لحجبها عن بعد ومراقبة أي إشارات من مواقع أخرى يمكن أن تصل المنطقة. كما قال العديد من القادة للمصدر أونلاين أن الحصول على أدوات اتصال عسكرية متطورة كان أحد أهم طلبات الجيش اليمني التي تجاهلها التحالف. ما يجري في محافظة البيضاء من قتل وتنكيل لأبنائها من قبل ميليشيا الحوثي يعيد إلى الأذهان كيف وصلت الميليشيا إلى مدينة البيضاء عقب سقوط صنعاء. وقد كتب السفير اليمني في الأردن علي العمراني مقالا عن ما جرى حينها. كيف تم دخول الحوثي البيضاء في العام 2014؟ تلك قصة مؤلمة أخرى يعرفها الجميع، وقد أسهم في تسهيل ذلك أطراف عدة لا مجال لذكرها الآن، ولعل ذلك يذكر بالأخطاء التاريخية الفادحة وسوء التقدير الذي صاحب اجتياح صنعاء. ولا أظنه بقي أحد ممن سهل أو قصر أو تواطأ مع الحوثي في دخول البيضاء أو دخول صنعاء إلا وقد ندم أو سيندم، ولا بأس أن نعتبر ونتعلم. وبالمناسبة فإن خصوصية صراع البيضاء مع الإمامة يؤكد اعتزاز أهل البيضاء وفخرهم بيمنيتهم الضاربة في أعماق التاريخ والمجد، وليس لهم خصم في كل اليمن إلا مشروع الإمامة العنصري الذي أطل من جديد بوجهه الكالح الشرير في القرن 21 على نحو أكثر همجية وفاشية وخرابا. وكيفما كان الحال الآن والأسباب التي أدت إلى انتفاش الإمامة وتوسعها في هذا الظرف الغريب والزمن العجيب،
فإن العصر ليس عصر الكهنوت والعنصرية والفاشية، وسوف تعود اليمن لذاتها والبيضاء لأهلها عما قريب. سافر إلى مصر بحثاً عن العلاج، وعندما أراد العودة للوطن لم يستطع ذلك. هذا حال العالقين هناك، يقول الموقع بوست. مواطن يمني عالق بجمهورية مصر العربية ناشد الحكومة اليمنية ورجال الأعمال سرعة وضع حد لمعاناتهم. المواطن قال في رسالة صوتية حصل الموقع بوست على نسخة منها إن 6 أشخاص من بين العالقين توفوا منذ إغلاق اليمن جميع منافذه. طالب أيضا برسالته الصوتية مساواتهم بالطلاب الذين تم وضعهم بحجر صحي بالإمارات ووصلوا اليمن قبل يومين عبر مطار الريان بالمكلا، مشيرا إلى أن مرضى السرطان العالقين في حالة حرجة بعد توقف العلاج عنهم. أكد المواطن أن جميع العالقين في حالة يرثى لها، وأن أوضاعهم صعبة للغاية بعد أن أصبح البعض لا يملك المال الكافي حتى لتسيير أموره. ركزت الصحافة الدولية على رسالة كتبتها 6 نساء حاصلات على جائزة نوبل، بينهن اليمنية توكل كرمان والإيرانية شيرين عبادي. وعن محتوى الرسالة قالت صحيفة لابريس الكندية: الأسلحة المصدرة إلى الرياض. حاصلات على جائزة نوبل يكتبن إلى حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. نشرت الصحيفة جزءا مما جاء في الرسالة المتعلقة بمبيعات الأسلحة إلى السعودية، وجاء فيها: استئناف مبيعات الأسلحة خلال هذه الجائحة العالمية أو في أي وقت آخر لا يعطي صورة إيجابية عن القيادة المهتمة بالنسوية في كندا. قالت الرسالة التي ترجمت لصالح قناة بلقيس إن هذه الأسلحة تضع المدنيين العاديين في السعودية واليمن في وضع أكثر خطورة، وخاصة النساء. لا يمكن لكندا أن تدعي أنها رائدة عالمية في السلام بينما تستمر في تصدير الأسلحة. في أكتوبر 2018 علقت كندا إصدار تصاريح لتصدير معدات عسكرية إلى المملكة في أعقاب مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، والذي يشتبه بشدة في أن ولي العهد محمد بن سلمان هو الذي خطط له، ولكن تم رفع هذا التعليق في منتصف أزمة كورونا وتحديدا في 9 إبريل. تقول الحاصلات على جائزة نوبل إن هذا يتناقض مع دعم حكومتك للدعوة إلى وقف عالمي لإطلاق النار التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة. حثت الموقعات الحكومة الكندية على إعادة تجميد جميع الصادرات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية على الفور، وإنهاء عقد المركبات المدرعة الخفيفة الذي تبلغ قيمته حوالي 14 مليار دولار مع المملكة. تقول كندا إن إيقاف هذه الصفقة يهدد صناعتها، حيث أن إنهاء هذا الاتفاق يهدد وظائف الآلاف من الكنديين، ليس فقط في منطقة واحدة ولكن في جميع أنحاء سلسلة التوريد للصناعة العسكرية، والذي يشمل مئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. الموقعات على الرسالة هن الحاصلات على جائزة نوبل: توكل كرمان اليمن، شيرين عبادي إيران، ليما غوبي ليبيريا، جودي ويليامز الولايات المتحدة، ريكو بورتا منشوتوم غواتيمالا، وميريد ماغوير إيرلندا الشمالية. يصادف 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقد مر وصحفيو اليمن يعيشون أسوأ مرحلة من حياتهم المهنية. وهيب النصاري كتب مقالا عن وضع الصحفيين ونشره في المشاهد نت، وجاء في بعض من فقراته: لا يمر أسبوع إلا ونسمع صراخ طفل أو زوجة أو أم، واستغاثة بدموع حزينة على صحفي مختف قسريا أو معتقل إن لم يكن تم قتله من قناص جماعة الحوثي. صور مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مأساة وعزاء يطلقه الصحفيون اليمنيون في كل مناسبة يتذكرون من فقدهم. لم تقتصر تلك الانتهاكات على الاعتقال فقط، بل وصلت إلى محاكمة صحفيين بتهمة الخيانة العظمى، وحكم بالإعدام على الدكتور يحيى عبد الرقيب الجبيحين. وبعدها قبل أسابيع أصدرت محكمة تتبع جماعة الحوثي
حكماً بإعدام 4 صحفيين مختطفين منذ يونيو 2015، وهو ما لم تشهده الصحافة اليمنية من قبل. نتذكر قبلهم الصحفي أنور الركن الذي أخفي قسرياً من قبل جماعة الحوثي وظل في السجن عاماً، ليتوفى بعد يومين من إطلاق سراحه نتيجة ما تعرض له من تعذيب وصف في حينها بالوحشي حسب ما كشفه تقرير طبي. كما لن ننسى استخدام جماعة الحوثي بعض الصحفيين دروعاً بشرية في مواقع عسكرية بعد اعتقالهم، فقبل 4 أعوام قتل عبد الله قابل ويوسف العيزري في غارة جوية استهدفت مخزن أسلحة تابع للحوثيين في جبل هران بمدينة ذمار. قبلها بيوم أطلقت نقابة الصحفيين نداءً للحوثيين تطالب بنقلهم من ذلك المكان دون فائدة، وأدانت ما وصفته باستخدام صحفيين دروعاً بشرية وتعريضهم للقتل المحقق. تظل جماعة الحوثي أكثر عداءً تجاه الصحفيين، إذ وصفتها منظمة مراسلون بلا حدود قبل 4 أعوام بأنها ثاني جماعة بعد تنظيم داعش تستهدف الصحفيين إثر سياستها القمعية واستهداف الصحفيين في تلك الفترة. تتجه هدنة كورونا في اليمن مع دخولها أسبوعها الرابع لتصبح واحدة من أسوأ الهدن الإنسانية المعلنة في البلاد منذ بداية الحرب، تقول صحيفة العرب الجديد. فإضافة إلى مئات الخروقات المتبادلة بين طرفي النزاع، فقد فشل قرار وقف إطلاق النار المعلن بشكل أحادي من التحالف في هدفه الرئيسي المتمثل بكبح تفشي الفيروس. على الرغم من تمديد التحالف وقف إطلاق النار شهرا إضافيا، إلا أن الهدنة الإنسانية أخفقت في تحقيق أي من أهدافها الرئيسية مع استمرار رفضها من قبل جماعة الحوثي. تقول الصحيفة إن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث كان يأمل في استغلال هدنة كورونا من أجل إقناع طرفي الأزمة بمبادرته الخاصة لإنهاء الحرب والبدء في ترتيبات الحل السياسي الشامل، لكن حماسة جريفيث اصطدمت بموقف حوثي متصلب كالعادة، إذ أكدت مصادر أممية للعرب الجديد أن ترتيبات لعقد اجتماع مفترض يجمع الحكومة اليمنية والحوثيين قد فشلت حتى الآن. قالت المصادر إن الحكومة تطالب بمشاورات تركز فقط على ملفات إنسانية من قبيل مواجهة فيروس كورونا وفتح المعابر ومناقشة مسألة دفع مرتبات جميع موظفي الدولة، فيما يضغط الحوثيون لوقف الحرب وحل سياسي شامل من دون تجزئة، محاولين فرض ما أسميت بوثيقة الحل الشامل الخاصة بهم. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط، أسهمت السيول الناجمة عن أمطار غزيرة متزامنة مع خطر كورونا في تفاقم أوضاع المدينة القديمة في صنعاء وتهديدها بمزيد من المآسي، في حين تواجه صنعاء القديمة خطر الانهيار. يجمع الشارع اليمني على أنه لا يوجد استعداد حقيقي حتى اللحظة لمواجهة كورونا، خاصة في ظل التخبط الإداري وعشوائية التدابير الاحترازية. يعتقد خليل ميم، وهو طبيب طوارئ في أحد المستوصفات الخاصة بصنعاء، أن الوباء إذا انتشر في اليمن فسيؤدي إلى كوارث حقيقية بسبب ضعف الإمكانيات في المستشفيات الحكومية. يضيف: بالإمكان أن تشاهد كيف هو ازدحام الأسواق المختلفة وإصرار الناس على عدم التباعد الاجتماعي المطلوب وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية كالكمامات أو القفازات الطبية. وفي ظل هذه المخاوف، أكد عاملون في القطاع الطبي للشرق الأوسط أن عددا من المراكز الطبية أقفلت أبوابها أمام المرضى، في حين قامت مستوصفات بالاعتذار عن استقبال أي حالات طوارئ تحمل أعراضا مشابهة لكورونا. من بين الأسئلة الكثيرة التي طرحها نبيل البكيري في مقاله المنشور في العربي الجديد حول تراجع العلوم المختلفة في اليمن، يقول في أحدها: لماذا خفت حضور اليمنيين العلمي وغيبت إسهاماتهم العلمية في شتى فنون العلم والمعرفة على مدى قرون؟ ومن ساهم في كل ذلك التراجع الكبير الذي عزل اليمن عن العالم؟ ثمة مدارس إسلامية عديدة حسب الأقطار والأمصار،
ولكن المدرسة اليمنية هي الأولى والأسبق، واليمن كان قبلة للعلم والعلماء منذ القرن الهجري الثاني، وبرز فيه كثيرون من العلماء الأعلام كمعمر بن رشد الأزدي وعبد الرزاق بن همام الحميري ووهب بن منبه وكعب الأحبار وغيرهم، فضلاً عن زيارة عديدين من أعلام العلم اليمن طلباً للعلم، وفي مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي الذي قال في ذلك مقالته الشهيرة: لا بد من صنعاء وإن طال السفر. ما سبب كل هذا التراجع بعد أن كانت اليمن بكل ذلك الحضور العلمي؟ فيرجع بعضهم ذلك في جزء كبير منه إلى حالة عدم الاستقرار السياسي الذي وصم الحياة اليمنية قروناً، باستثناء حالة الدولة الرسولية والتي كانت قبلة للعلم ومنارة للحضارة الإسلامية في شتى فنونها. وفي عهدها أنجز الفيروز أبادي القاموس المحيط، وأنجز المقري كتابه الفريد عنوان الشرف الوافي، وغيرهما من الكتب العلمية الفريدة في الطب والفلك وغيرها. وفي حالة التوتر والانقطاع والتراجع الحضاري ساعدت فكرة الزيتية السياسية ودويلات الإمامة عقوداً في حالة إعاقة دائمة في هذا السياق لما مثلته من عامل عدم استقرار سياسي وفكرة نابذة للإبداع ومضادة لكل تنوع واختلاف فكري وثقافي عنها وخارج نسقه المذهبي. هل تعتقد أن فيروس كورونا مؤامرة؟ بالطبع فأنت لست وحدك. يقول موقع شبكة البي بي سي أن ديفيد آيك، وهو حارس مرمى إنجليزي متقاعد، نشر ادعاءات عديدة حول فيروس كورونا، من بينها أن شبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس 5G مرتبطة بانتشار الفيروس، كما ظهر في شريط مصور يلمح فيه إلى أن مجموعة يهودية تقف خلف انتشار الفيروس. موقع فيسبوك حضر صفحة الرياضي الإنجليزي وهو من أبرز المروجين لنظريات المؤامرة بعد نشره معلومات صحية مغلوطة قد تتسبب أو تسبب أذى جسدي. وبعد الحظر نشر حساب آيك على تويتر تغريدة جاء فيها: فيسبوك الفاشي يمحو صفحة ديفيد آيك، النخبة مذعورة. قالت شركة فيسبوك في بيان: أزلنا الصفحة لخرقها المتكرر لسياسة الموقع حول المعلومات المغلوطة المضرة. في إبريل الماضي أزال موقع يوتيوب مقابلة مع آيك ربط خلالها بين الأزمة الصحية الحالية وشبكات هواتف الجيل الخامس. تقول ماريانا سبرينغ مراسلة البي بي سي المختصة بالأخبار الكاذبة ومواقع التواصل أن ديفيد روج لعدة نظريات مؤامرة على مواقع التواصل خلال الجائحة، ما تسبب له بأزمات مع الشركات المشغلة لمواقع التواصل والهيئات المسؤولة عن البث. كشف موقع علمي أمريكي بحسب موقع عربي 21 عن أن انخفاض غازات الاحتباس الحراري عالميا ما زال ضئيلا، رغم أن هناك حاليا 4 مليار شخص حول العالم يخضعون لإجراءات الحجر المنزلي. يتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض الانبعاثات بنسبة تزيد عن 5% في عام 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق، لكنها لا تزال أقل من الانخفاض الذي يوصي به العلماء سنوياً بنسبة 7.6% على مدار العقد القادم لوقف ارتفاع درجة الحرارة العالمية. تريفور هوسر الذي يقود أبحاثاً تتعلق بالمناخ والطاقة في مجموعة روديوم قال إنه إذا افترضنا انخفاضاً نسبياً على الناتج المحلي والإجمالي والانبعاثات، فإن ما يبدو أنه كارثة اقتصادية للبعض هو انخفاض متواضع إلى حد ما في الانبعاثات مقارنة بالرقم الذي نحتاج إليه. أضاف: إذا استمرت إجراءات الحجر الصحي على مدار السنة، فإن انخفاض ثاني أكسيد الكربون قد يتجاوز التوقعات. في جولتنا المصورة لهذا اليوم صور متنوعة لوجه العالم المختلف بسبب انتشار فيروس كورونا من صحيفة الواشنطن بوست، وإلى الصور.
عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع، نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. في أمان الله.